إليكم عن التدخين. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زلنا في الاستحسان وفي ذكر الأمثلة. آخر مثال رأيناه ما هو؟ الاستصناع. تحدثنا عنه؟ لا. حجية الاستحسان يعني ما هي الحجج التي استدل بها العلماء لاعتماد هذا الأصل؟ يكتب بإذن الله جمهور العلماء، يعني كقول جمهور يعني الأغلبية، وعددنا المذاهب أربعة. هي ما هي؟ كيكونوا ثلاثة مذاهب طائفيين بالمسألة يتسمى جمهور، يعني خارج المذاهب فقط يتسمى جمهور. الأغلبية جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، يقولون بحجية الاستحسان. ويستعملونه وأدلة هؤلاء أو من أدلتهم وأدلة هؤلاء نقطتان. رأس السطر رقم واحد إن شئتم، آية قرآنية، قوله تعالى في سورة الزمر. لماذا سميت سورة الزمر؟ يلا، واحد، اثنان، ثلاثة، انتهى الوقت. لأنه فيها حديث عن الزمر، الجماعات، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. مجموعات تتحدث عن مجموعات التي تدخل الجنة ومجموعات تدخل النار، وسميت باسم هذه الآية. قال تعالى في هذه السورة: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هي قبلها قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اثنين، وقوله تعالى في نفس السورة: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. كما نكتهم يسبقوها عاد البداية في الفصل، عاد الأستاذ يمتحن فيهم، يقول: ما اسمك أنت؟ قالوا: اسمي طه، أقرأ سورة طه. مش هذا؟ قالوا: ما اسمك أنت؟ قلت له: أنا اسمي كوثر. ويمشي اسمها كوثر. على أساس تقرأ سورة كوثر، لأن سورة كوثر هي أقصر سورة في القرآن. فاختارت أقصر سورة وأنا سميت باسم حتى تبعد وتنجو من مسؤولية العرض والحفظ. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم، حديث نبوي: فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
فما رأى المسلمون حسنا، يعني ما رأيهم المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. قواعد تدعم الاستحسان، في بعض القواعد الشرعية تدعم الاستحسان. قاعدة الأولى إن شئتم بين قوسين أو رفعين، العادة محكمة. العادة محكمة، فصل. والمعروف عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. تعليق تحتها، ومن أمثلة الاستحسان، ومن أمثلة الاستحسان المبني على العادة والعرف. على العادة والعرف أجرة الحمام، أجرة الحمام. الحمام هو الرجل يخدم في الحمام، تطلق على الحمامين، عفوا الحماليون يخدموا في الحمام. وعندنا لقب موجود في تونس، لكن اللي كان يخرج في التلفزه الحمامي هذاك، وعائله الحمامي معروف اصلا كانوا يخدموا في الحمام، كانوا طيابه ومساله ونعرف شنيا، فبقات اللقب فيهم. ثم القاب عندها علاقه بالمهنه، القاب مهنيه، فالحمامي الذي يشتغل في الحمام. واضح؟ قال اجره الحمام والسقاء والحمال والفنادق. الحمام والسقاء والحمال باللام اللي يحمل، والحمام والفنادق. انت لما تدخل الحمام تخلص دينارين، ما عادش تخلص الحمام ولا لا. هذه زمان كنت اعرف دينار ودينار ونص، الحمد لله ما تخدمكمش توصل. على كل الإنسان يدخل الحمام ويعطي دينارين و 3000، ولكن المال يصرفه 5000، خاصة الإنسان باش تسلك و تنظف و تعمل كذا، تضرب 5 سطور 6 سطور وأخطر الأمور الأخرى. فتشوف الإنفاق والشيء اللي يتكلف في الحمام والوقت اللي قضاه يوصل 5 دنانير، ولكن استحسن أن المسلمون هذه التعريفة، التعريفة كما نقول دينار الحمام، تقعد ساعة وتقعد نص نهار لكلمة حد. فهذا شيء في الاستحسان، استحسن المسلمون هذا الشيء وتواطؤوا عليه، فأصبح كأنه حكم شرعي متعارف عليه. أجرة السقاء القرماجي يجيب الماء وتقول له تجيب لي كذا كذا، يعني الناس كلها تتفق على التعريف هذيك، رغم أنها مرات تكون فيها شطط وفيها ممكن ظلم سواء كان البايع ولا المشتري. الحمال نفس الشيء، الدين بتاعنا ما حددش نسبة، فتلقى واحد عنده سيارة يقول لك يجيب لك قضية للعروس 20 دينار، مثلا بعيدة شوية 50. من جهة هذه؟ جهة من الاستحسان، أن قواعد الشريعة لا تمنع هذا الشيء، و قضية المصارف على المفاسد يعني ليست ضدها بل لصالحها. والفنادق، احنا عندنا العادات في الفنادق، انا مذكر انا ما نمشيش الفنادق، لكن مرات تعطي فرصه يستدعوني في بعض المؤتمرات
نذكر آخر مؤتمر شفناه في مصر من 6 مارس، مؤتمر هم هناك علماء الأمة حول الثورة السورية، عاد نزل كثير في مصر، خلنا له 5 نجوم كما يقال. عاد مش شفت تفطر الصباح مثلا، عندك البوفيه الكبير فيه أشكال والوان من الأطعمة، يعني أنا كنشوف إن نروح كلينا فطور بتاع 10 دنانير في الصباح، فيه برشا حاجات، يعني حلويات وجبنة وعسل وخلال وأشياء رهيبة وعصائر، فكتشوف في قطار ما شاء الله كيفاش مازال هو دافعين طريفة بتاع 1 مثلا بمئات دينار اليوم والليلة، داخلة فيها النوم وداخلة فيها الماكلة وداخلة فيها مع شنين، لو تجي تضبط الأمور بالعدد تلقاها يلزم 200 دينار مش مئة، واضح؟ ولكن تعرف الناس على هذا، على هذه التسعيرات، فتاكل اللي تحبه وتعبي كيما تحب، عندك تعريف هذيك تضمن لك، وممكن ما تاكلش نهار تكون صايم ودير رجف ما تاكل حتى بعد شوط فتره كان حاجه خفيفه، تاكل وجبه واحده وجبه واحده مش ثلاثه وجبات حسب القانون. شفت في هذه الاخر فيها استحسان في الفنادق وفي الحمامات وفي النزول الى ذلك. نجيو لقاعده اخرى ممكن تدعم هذا الامر، هي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. ومن أمثلة الاستحسان المبني على هذه القاعدة، ومن أمثلة الاستحسان المبنية على هذه القاعدة النظر إلى العورة من أجل التداوي. النظر إلى العورة من أجل التداوي، مثلا رجل يكشف على ذراع المرأة والأصل فيه لا يجوز شرعا يكشف عن ذراعها أو عن رقبتها أو كذا، لكن المرأة ستموت سبحان الله، ولو كان ما يزرقلهاش ولا ما يداويهاش فممكن تهلك، فنقدموا هنا دفع ضرر ومقدم على جانب المنفعة، والضرورة هنا تقتضي إنقاذ هذه المرأة، والعكس بالعكس، وكذلك هي المرأة تنقذ رجل، أما من بدون ضرورة لا يجوز شرعا، لكن هذا ليس فيها واحد، قال لي شيخ شرعك فما واحدة ممرضة تشتغل شنو وظيفتها؟ تعمل عملية الترسيد. اللي خطوة بعيدة مسألة النساء، قال لي لا مسألة الرجال لا خطوة حرام لا يجوز شرعا. هو مجرد اللمس ممنوع، مش تقول تمثيل هذا لا يجوز، لو كان واحد مش يموت نسعفه ان عاش هذا لا باس به، ديما القاعده عامه الضرورات بها محظورات، لما واحد في لبس عليه في حاله عاديه ويرتكب مثل هذا المحظور فهذا لا يجوز شرعا. اذا فنظر للضروره لا باس. كما شفنا قبل نظر للمخطوبه بمقصد الزواج بها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فإنه محر أن يؤذن بينهما، يعني أن تدوم العشرة وكذا بينهما. الاستحسان هذا فيه خلاف بين العلماء، والإمام الشافعي والشافعية يرفضون هذا الاستحسان، ويقولوا عنهم قاعدة من استحسن فقد شرع، ويرون أن هذا فيه تساهل إلى ذلك، ولكن جمهور العلماء على خلاف في هذا الأمر، وجعلوا ضوابط لهذا الاستحسان، يعني أنه مفتوح هكذا سيد لا عنده ضوابط شرعية تجعل الفقيه لا ينحرف عن الجادة في تنزيل هذه الأحكام على هذه النوازل بحكم الاستحسان. نأتي إلى عنوان جديد إن شئتم، سد الذرائع. لا انتهى درس الاستحسان الآن، درس جديد إن شاء الله، وهذا الترتيب تقريبا بتاع المصادر الشرعية عندنا الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم الاستحسان ثم سد الذرائع، وستأتينا بعض مصادر أخرى إن شاء الله. سد الذرائع وفتحها كالعادة نعرف هذه الكلمة ما معنى الضرائع أو ما معنى سد الضرائع.
تعريف الضرقاء. تعريف الضرقاء لغة من الشيطان. الضرقاء جمع ذريعة، الضرائب جمع ذريعة، والذريعة في اللغة هي الوسيلة، والذريعة في اللغة هي الوسيلة التي توصل إلى الشيء. يعني بغض النظر أنها طيبة ولا خبيثة، هذا إليهم، كل وسيلة توصل تسمى ذريعة في اللغة، يعني الوسيلة التي توصل إلى الشيء. الاصطلاح، الذريعة في الاصطلاح، اصطلاح أصوليين. في اصطلاح الأصوليين الذريعة هي الوسيلة التي هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء، الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء الممنوع أو الشيء المشروع، إلى الشيء الممنوع أو الشيء المشروع. ومثال ذلك، وبالمثال يتضح الحال كما يقال، مثاله البيع وقت، البيع وقت نداء الجمعة، البيع وقت نداء الجمعة ذريعة إلى ماذا؟ أحسنت، ذريعة إلى ترك صلاة الجمعة، ذريعة إلى ترك صلاة الجمعة وحضور خطبتها. هي هذه الذريعة إلى شيء مشروع أم إلى شيء ممنوع؟ أحسنتم، وهي أو وهو البيع، وهو مذكر، وهو وسيلة إلى شيء ممنوع، ذريعة إلى شيء ممنوع. شنو الشيء ذا؟ التخلف عن صلاة الجمعة، بين قوسين أو نقطتين، التخلف عن صلاة الجمعة. شفت، الدين يحرم مش الأشياء والأعمال المحرمة والأقوال، بل يحرم الضراء أو الوسائل أو الضراء مثل أخرى. شوف ربي شو يقول مثلا، قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزني، لأنه استعمل الضراء والوسائط والسبل المؤدي لهذه الجريمة، هذا بيد محرم، وحرم حرم الدين، لذلك حرم النظر المحرم، حرم الاختلاط المشبور، حرم الخلوة بالأجنبية، حرم النفس المحرم، إلى غير ذلك من الضرائع التي تؤدي إلى الوقوع في هذه التهلكة، عياذا بالله. وهناك ضرائع نضيف واصل، وهناك ضرائع يجب سدها، وهناك ضرائع يجب سدها، وأخرى يجب فتحها. فما أوصل إلى الواجب، فما أوصل إلى الواجب يكون واجبا، الوسائل كما يقول لها حكم المقاصد، فما أوصل إلى الواجب يكون واجبا. لأجل ذلك قال، قعد العلماء، لأجل ذلك وضع العلماء أو قعد العلماء
قاعدة أو قاعدة بين الظفرين أو قوسين الكتب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقالوا أيضا نجيب القاعدة ونقيضها، وقالوا ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، ما يؤدي همزة على الواو، ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. فالذريعة أو الوسيلة تأخذ حكم نتيجتها، تأخذ حكم نتيجتها، عجبتني جيب هذا المزمع شكون صغيرة شكون يجيب لنا مثال على الواجب، كيف أن الوسيلة تكون واجبة لأنها تؤدي إلى واجب، شكون يجيب لنا مثال؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يلا شكون فيكم صباح يقوم من غير هاتف جوال، من غير منبه، فما ضربات يقوم هكذا من فضل الله كما كان الصالحة قال تحل عيناها يقول الأذان قد قد الزاد موجودة نوعا ما، قل يقبل ما عندهمش انترنت وبطاريات وبلاوات. فالهاتف الجوال والمنبه أصبح وكأنه شيء ضروري للقيام إلى صلاة الفجر، فأصبح هذا الهاتف المنبه واجب، اللي قادر على شراءه شراء منبه فياقة أو شراء هاتف جوال أو شيء من هذا القبيل يجب عليه أن يشتريه، خاصة الناس اللي يركضوا يغرق في البير، لكن ينام نوم عميق نوم الأموات. فبما أنه ما يقوم بصلاة الصبح الفجر إلا بالمنبه إلا بالهاتف الجوال فأصبح هذا المنبه واجب. قاعدة لنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا مثال ممكن حاجة ناخذوه على قاعدة الوجوب. بارك الله فيك. أحسنت، شكرا لك. ونجي بقى مثال آخر. يلا الأمثلة كثيرة. أنت نجم تكتب راسك من القلم؟ مش الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. كم من مشروع إسلامي لا نستطيع أن نبنيه إلا بالترخيص، صح؟ كما بعض الإخوة قلنا أنا بروح أخذ الترخيص، قالوا لا كفر طاغوت، ما نعترفوش بينا، أنا رخصة ولا ترخيص، يا ولدي بشتري مؤسستي، ما نجم تبني المشروع الإسلامي إلا تاخذ الرخصة من حق، امشي خذها، ما حبوش، ما تبناش المؤسسة، وضيع برشا خيرات. ثم بعض الإخوة الآن ما عندوش بطاقة تعريف، لم يجددها، وما عنده أوراق لا يعترف، يا ولدي زينة من الأوهام هذه. معارك نحن أنظمة علمانية خبيثة ضد الشرع الإسلامي، لكن ما تستطيع تبني مؤسسات وتنشر الدعوة إلا ما تاخذ ترخيص، إلا ما تمشي تقدم مطلب وزارة الشؤون الدينية باش تولي إمام، لا يخطب على المنبر بل هكذا وبعد جاو السلطة وعزلوه واستعملوا مع الوقف، يعني شيء من الحكمة. إحنا معارك انت هدوه في مرات الإشارة المروية بتاع الله هكذا طبق في أنظمة الكفر على حسب الكريتيك، هكذا قلت لك يولي تطلع على المضمون باش يدخل المدرسة، زوجتك تمشي المستشفى لما تعمل أوراق وكذا، هكذا قاعدة تخضع للسيف عليك للقانون العماني والقانون يعني غير إسلامي.
فالعزيز ما هو شيء من الحكمة. تبقى شيء مفروض واجبة، وتركها تشر مفاسد كبرى على الدين وعلى الدعوة. فعلينا أن نكون حكما. دراسة مثل هذه المباحث، إذا نخرج بعد الموسم هذا وبعد الموسم الدراسي بهذه الفوائد، والله هذه أكبر نعمة. يصبح الإنسان عنده شيء من الفهم والفقه في التعامل مع الواقع المعيش. لو الإخوة عايشين في أوروبا وأمريكا، أفتونا بالعلماء بجواز الدخول في الانتخابات البلدية والانتخابات البرلمانية والانتخابات بتاعك النقابات. ما شاء الله تغول المسلمين. تتصور تلقى مرات رئيس بلدية مسلم، تلقى رئيس مقاطعة مسلم، بل وصلوا في بعض الولايات، بل بعض المدن، ما عادش بريطانيا ولا مين، عندهم محاكم شرعية إسلامية يحتكموا كان بالشرع الإسلامي. جماعة عندهم محكمة يهودية وجماعة عندهم محكمة نصرانية. ما شاء الله واستطاعوا شيء منكم، ما شاء الله من العقارات في أوروبا في أمريكا، ويملكوا ما شاء الله من البلاع ومن الفضاءات، وعنده مؤسسات وعندها ريع وعندها منتوج وفوائد مالية كبيرة ياس. سبحان الله. فدي هذه ترجع إلى العلم. فالإنسان يجب أن يتعلم الدين على قواعد صحيحة. سيدنا يوسف عليه السلام لما جاء لفرعون تلك الأمة وقال اجعلني على خزائن مصر، يا ترى النظام بتاع فرعون وقت كان نظام إسلامي، كان نظام جاهلي، نظام كفر. ولكن سيدنا يوسف رأى بأنه يستطيع يصلح ما استطاع، ويستطيع يخدم المسلمين المؤمنين اللي وراه بأنه يتولى هو المنصب، فشد وزارة المالية وأصبح هو عزيز مصر. وكذلك المثال الثاني استشهد به ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى على جواز مشاركة الكفار في بعض المؤسسات وفي بعض مدن الحكم. قال اسمه النجاشي، أصحب النجاشي هذا كان ملكا يحكم أثيوبيا في أرض الحبشة، وقد أسلم لما جاءوا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، بكى وخشع واعتنق الإسلام. وشنو الدليل على أنه مسلم؟ لما مات صلى النبي عليه الصلاة عليه صلاة الغائب من وراء البحار 1000 كيلومترات من أثيوبيا بين مركبين المدينة، صلى عليه وقال قوموا صلوا على أخيكم أصمح فقد توفي أو مات. فصفهم من على بعد 1000 كيلومترات وصلى بهم المسلم صلاة الجنازة صلاة الغائب. رجل ملك يكتم إيمانه وقاعد يطبق ما استطاع من يعرفه هو حق وعدل ودين، ولكن الحاشي بتاعه الكل والدوله بتاعه الكل والوزاره الكل على انظمه الكفر. نجي نقول له لا تعرف روحك، فلزم شيء من الحكمه حتى نستطيع ان نغيره. ثم مرحله على استضعاف، ثم هجمه شرسه من قبل على الاسلام. نحاول مش من غير ما نكذبوا، من غير ما نحرفوا دين ربي، من غير ما نغشوا العباد، نكونوا صراحة، لكن نكونوا حكماء باش ناسسوا شوي بشوي كما قال الشاعر على قدر الكساء مددت رجلي، فإن طال الكساء مددت أخرى كما قال ربي فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه أمثلة تبين لنا أن ثم مخارج في الإسلام لبناء بعض الأشياء الشرعية في بيئة جاهلية. ثم نقطة أخرى هي مآلات الأفعال وعندها علاقة كذلك بهذا المعنى. لو بينا قلنا ما يؤدي إلى الحرارة هو حرام. وشنو آخر كلمة قلناها؟ الذريعة تأخذ الحكم نتيجتها وغايتها، أي مش قلنا آخر. فقط نزيد. ولذلك قال العلماء وضعوا قاعدة، ولذلك قال العلماء الوسائل لها حكم المقاصد اللي أشرنا لها قبيلة. قالوا الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد. حقيقة مآلة الأفعال، نكتب شيئا حقيقة مآلات الأفعال. وهذا مبحث رائع جدا وجميل
والله لو بتغلغلوا فيه تقاوموا، واحنا وتورطنا في برشا حاجات نأخذ بعضها من سلطان، لأن ما قدرناش مقاصد الشريعة، ما قدرناش مآلات الأفعال. مرات الواحد يفرفش في على الحاجة ويظنها حق وهي حق، ويظنها واجبة وهي واجبة، ولكن وقتها ما تتعملش، وقتها حكمها حرام. مرات الواجب يصبح حرام، ممنوع تعمل الواجب. ومرات السنة تصبح بدعة، ممنوع تعملها، لأنه مش تجلد وضر ضرر، فلازم وقتها تصبر وتتجاوز المرحلة أو تأجلها. ما هي مآلات الأفعال؟ قالوا مآلات الأفعال معناها نتائجها. مآلات الأفعال معناها نتائجها التي تفضي وتؤول إليها. معناها نتائجها التي تفضي وتؤول إليها. ثم علاقة جدلية مشيت بين الضرائع والمآلات، ذاك علاش قالوا لها مثلين، نضيفها الإشارة هذه. وأصل الضرائع، مبني على النظر فيما يؤول إليه الفعل. وأصل الضرائع مبني على النظر فيما يؤول إليه الفعل. فإذا آل الفعل إلى مصلحة، تكون الذريعة مصلحة، فيجب أو يباح فعلها، أو ممكن يستحب أحيانا، يعني تأخذ الأحكام هذه، ممكن يحكم حكمها يستحب أو يجب أو يباح، فيجب أو يباح فعلها أو يستحب. وإذا آل الأمر إلى مفسدة، تكون الذريعة مفسدة، فيحرم أو يكره فعلها. نعم، عنوان جديد، أمثلة الضرائع. سنرى نوعين من الضرائع التي يجب سدها والتي يجب فتحها. أمثلة الضرائع يعني الوسائل، نفس الدرس. أمثلة الضرائع، لا بالذات ذاتوذي. أمثلة الضرائع أولا التي تسد، وسنرى التي تفتح. أولا التي تسد، الخلوة بالمرأة الأجنبية، أو عندكم أنتم الخلوة بالرجل الأجنبي، الخلوة بالأجنبي ذريعة إلى الفتنة. ومهما تقول لي أنا ربي نخاف ربي وأنا ربي متربي، لا لا لا، ما جاء هو إقامة الدين، يعني إقامة الشريعة. الدين ما جاش للحالات الاستثنائية، لا، جاء لكل قاعدة عامة. الخلوة في الأجنبي أو أجنبية ذريعة إلى الفتنة. ولذلك حرمت،
يعني الخلوة دي حرمت أو حرمت لأنها تؤدي إلى الحرام، ولذلك حرمت أو حرمت كلاهما سريعا. مثال آخر من الوقت، حفر بئر أو حفرة في الطريق العام، ترى واحد ماشي للخدمة الصباح حكاية ويعفس ويتعدى في الطويل وينزل قروح حاشا يكون في ظلمة، عبارة عن قطع أنيقة نظيفة والآخر ما شاء الله متهمم ومع لبس مليح، يلقى روحه خالص في بركة متاع فضلات. شكون اللي عبر المكان هذا؟ شكون اللي حفر الحفرة هذه؟ وثم اللي تقسم ظهره، وثم اللي يضطر في صحته، فوزر البلية هذه على من حفر الحفرة. فهذا جاب الضرر والعياذ بالله، فيجب منع هذه الأعمال لأنها تلحق ضرر. وكما شفنا إماطة الأذى على الطريق، لماذا أمر ديننا في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها في رواية أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. علاش نميت الأذى؟ يعني نحيه إزازة، نحيه خشبة، شوك، لأنه يؤذي المسلمين. في حديث آخر رجل نحى شوكا عن طريق المسلمين فشكر الله له فادخله الجنه. حديث صحيح مسلم اقوله في معناه نحى شوكا من طريق المسلمين فمات فدخل الجنه بسبب انه نحى شوك، سبحان الله. فشوف يعني الخدمات ودفع البلاء ودفع الاذى عن المسلمين عن اجر عظيم عند ربه. فليعمل البلاء عذابه كذلك مضاعف. حفر بئر او حفره في الطريق العام ذريعه إلى الإضرار بالناس، إضرار بالمارة، شفت ذريعة للإضرار بالمارة. ويروي لهم جماعة البلدية مخلين يحفروا في الطرقات، السيارات معهم كل خابت، تبدا ماشي ماشي طاعك، مرة مذكرة السيارة تقسمت بها العجلة وقعت هناك بسبب حفرة. الإضرار بالمارة، ولذلك منع فعله منعا باتا، منع فعله. شكون يجيب لي مثال كذلك في الإذاء للمسلمين؟ التخلي، ما تتذكروش حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلي في سماها البلاعة الثلاث؟ علاش سماها البلاعة؟ لأن الصحابة كي يعمل العمل دي كيف العمل؟ التخلي في المياه التي يسطر تسطق عين يسر، ومن يجي واحد اكرمكم الله يقضي فيها حاجته، يسيب فيها نجاسة ملعون. مكان يستظل فيه الناس، مثلا جنينة مع شجرة يجي يقعد تحت منها الناس، يجي ويعمل فيها نجاسة ملعون والعياذ بالله. طريق عام يتعداو فيه الناس ماشيين للجامع، يجي ويعمل فيه نجاسة ملعون. فالهالي بالصحة عن التخلي، شوف رغم التخلف في الظروف، يعني كانوا في حالة بلاوة وعادي الناس تقضي حاجتها في الطريق. فجاء الدين الاسلامي واعطى قواعد حضاريه في القمه، نهى عن اشاعه مثل هذه النجاسات ومثل هذا التسيب. ملازمه اقاران السوء، هذا قاعده تربويه مثلا، ملازمه اقاران السوء طريق الى الفساد والعياذ بالله، طريق الى الفساد لدى الاطفال. لذلك نهي عنه او نهي عنها سدا لذريعه التشبه بهؤلاء، سدا لذريعه التشبه او التاثر بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، وقال في الحكمه الصاحب ساحر، فالانسان يجب ان يجتنب رفقه السوء والعياذ بالله، وصاحب السوء كما الفحام صاحب الكير والعياذ بالله. اذا هذه النماذج عن سد الذرائع وتلقاه امثله كثيره وكثيره جدا والعياذ بالله موجوده في سد الذرائع تؤدي الى الفتنه.
فتح الذراع التي تفتح، ثم الذراع عكس لازمها تفتح لانها تؤدي الى الخير والبركه. رغم ان المراه تكون اصلها محرمه ولا مكروهه ولا فيها في ظاهرها ضرر، ولكن نظرا لكسب الجرم من الفوائد والمصالح فتصبح اما واجبه او مستحبه او مباحه. اول مثال اقامه الجهاد او رفع رايه الجهاد. اقامه الجهاد طريق الى نشر الدعوه، طريق الى نشر الدعوه والتمكين لشريعه الاسلام. ومنع الاعتداء والبغي، ومنع الاعتداء والبغي والإفساد في الأرض. لو ظاهره شر بلاءه كما قال ربي: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ظاهره دماء وقتال وخسارة في الأرواح وفي الأموال وأولا، ولكن بما سيجره من الفوائد والمنافع في حفظ دولة الإسلام وصيانة الشريعة وحماية المسلمين ونشر الدعوة وإزالة الحواجز أمامها والتمكين لدين الله ومنع الإفساد والبغي والاعتداء، في خير كثير الحمد لله. النظر إلى المخطوبة اثنين، النظر إلى المخطوبة وسيلة، وسيلة وسيلة للتعرف عليها. وإدامة العشرة وبناء الأسرة، وبناء الأسرة المسلمة هو أصل فيه، الأصل فيه الحرب، أنهاء رب سبحانه وتعالى أنه رجل ينظر للمرأة والمرأة تنظر للرجل، لكن بما أنه فيه مصلحة راجحة لبناء الأسرة والإدامة العشرة فلا يجوز أن نقرر من المخطوبة للخاطب أو العكس. ضبط الساعة المنبهة، كنا نحكي عن هذا، ضبط الساعة المنبهة لإدراك صلاة الفجر في وقتها، لإدراك صلاة الفجر في وقتها. مطلوب لأداء الفرائض أو لأداء الفريضة وكذلك للتحصيل العلمي، كما لازم تقوم للمكتب والقراية الدراسة كاملة منبذة، ولو لم تدرخ ربع ساعة فأنا قومي عايش من قومي للي تبرجها مسكينة طبعا الصبح، للتحصيل العلمي وطلب الرزق العمل كذلك وطلب الرزق وقضاء الحوائج، وقضاء الحوائج. ضبط سرعة السيارة مثال آخر، ضبط التحكم، ضبط والتحكم في سرعة السيارة. وملازمة اليمين، وملازمة اليمين. ذريعة للحفاظ على الأرواح،
كانت الممتلكات. فهذا يجب فتحا إلى رابعة لا بأس. كما قانون المرور ده. بعض الناس يقول لك نغفر لو لحظة تقف إلى لأنه في مصلحة في حفاظ على حياتك أنت وحياة الآخرين. أما مرات يكون الطريق واضح والطريق خالي من الناس فالإنسان ينظر مثلا حتى شيء جاي لا علي لا يسار لا بطش إذا كان مش يمر لا بأس لأنه الحكم هذا مش حكم شرعي في نهاية المطاف هو حكم وضعي من قبل البشر فما بالوش يبدا مزروع ولا عنده صلاة جماعة مش يدركها ولا سيدة أرحام ولا عنده مريض يحمله في السيارة فما مطاف يعني بمناسبة الحضور. شكون عنده استيضاح أو استفسار؟ يعني اسبوع على جهه القرار اخر اسبوع هو جاي اي فذكروني اسبوع جاي مش موجود اي مش عادي موعدنا نحن سنه اولى ثانيه اظن في الماده اللي تقراها مشتركه تعالي معاك احنا نقرا اسبوع فقط شو مشكلة نقرا حتى نحن مش نقرا ولا يجب الاعداد نحن كلنا نستفيد القصيره باذن الله تعالى وين هي اللي عملت على التكفير الثالث؟ حاضر ولا غايب؟ وين؟ وين الكتيبة بتاعك؟ توا البنات الزوز جابوا لي المادة اللي عملوا لها مداخلة. يا ولدي وين المادة بتاعك؟ باش نضمها باش نعملها في آخر واحد. إن شاء الله باش نضمها. إيش هيبقى عليها معاك؟ إن شاء الله. اللي هي مكتوبة وخط ورقة. باش نضمها إن شاء الله ونخرجوا منها ورقة إن شاء الله. أقول ما تسمعه وما أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم والله أعلم أحكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله